السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. لاله سناء بخير؟ الحمد لله. شكون معايا؟ معك سي اسماعيل ولد الحاج عمر. كي داير من الاحوال؟ شكون اسماعيل؟ اسماعيل ولد الحاج عمر، قايز ديال السربه. خديت النمره ديالتك من عند لاله فاطمه، كنتي قابلتي لها الوالده ديالها مسكينه الله يولاها برحمه الله. فاطمه. فاطمه الدكاليه. فاطمه الدكاليه، الله يحفظك. غير بغيتك تقابلي ليا ان شاء الله الوالد. ولكن انا دابا راه ما كايناش انايا هاد السيمانه. امتى تكون ان شاء الله؟ انا حتى السيمانه الجايه ان شاء الله. فين كاينين نتوما؟ الدار البيضاء. الدار البيضاء، ولكن راه حتى السيمانه الجايه ان شاء الله. السيمانه الجايه صافي، ماشي مشكل. ومسكين الوالد راه مريض، مسكين فيه الزهايمر. اياها كان سمع بيت انا. ورا مرة فهمتيني، غادي يبدا ان شاء الله ملي بدا يسولك على سميتك سي سناء بديت تجاوبي انت، قولي لي انا نعيمه بنت اختك، حيت ورا ما عجزش عليه شي واحد من غير مقطره لي هاد نعيمه من عينيه. ان شاء الله نعيمه بنت اختو. اييه هذا المهم، ساعتين اللي عندك في النهار ماشي بزاف. وها هي يعني السيمانه الجايه ان شاء الله، ولا بغيتي نجي عندكم ان شاء الله ونتفاهموا على هادشي كامل. دابا انا كبرت كاع على عندك وعندي ولادي، وباقي كيبقى يسولنا اش قريتي اليوم في المدرسه. عرفتو مسكين صافي، ما بقى كيعقل على والو، كيحماق على داكشي الملحون ودوك الاغاني الكلاسيكيه، ام كلثوم، فريد الاطراش، والعيطه العيطه العيطه تطلق عليه سبحان الله العظيم. كي شتي سبحان الله سار حاليا مع الدم، حيت هو كان قايد تاع الصربه، كان تيجي الصربه هو شي ديال الطبوريضه. شويه يصلي، شحال عمره هو؟ عنده تقريبا شي 86. تبارك الله، وباقي تصنط العيطه. كيتصنط العيطه، حيت هو قلت لك هذاك الشيء دابا تيفكروا في الطبوريضه والخيل. تما قال لك اش بان لك نعيمه، فهمتيني؟ قولي لي انتيا شكون يقد على قايد الصربه الحاج عمر؟ كيف راح مسكين والله الا كان ما كتقدو فرحه. وشكون اللي قد على القايد الصربه والحاج عمر؟ لا قايد الصربه. قايد الصربه. قايد الصربه الحاج عمر. وريد مرة راه كيقول لينا مسكين، عرفتي اش كيجي على طرف السنة تيقول لك يزوجوني، تلقى مسكين الزواج اللي كيبقى يجي. راه خاصو يمشي يحج، حاج هو بعدا. لا هو الحجة الأولانية دوزها. لا الحجة الأولانية دوزها الحمد لله، دوزها مع الحجة، قالت لي الحجة الثانية قال لك قال لك تيتزوج، يا ريت تزوج إن شاء الله. وفين باقي يتزوج 70 عام؟ أنا بغيت أنا شي وحدة اللي تقابلو تهلا فيه نيت، وعلاش لا تزوج به نيت؟ علاش حنا كل مرة بنبدا نجيبو شي 70 عام غتقابلو هذه مسكينة راه غادي تفني عمرها، تفني راسها. علاش أنت غادي تفني عمرها؟ علاش أنت تمشي دابا تزوجي بهذا الزويز الزواط يشبع كيكذوب؟ واخا أنت أختك تبغي تزوج هذا شي واحد شارف. وكون كون كاينه بحال هاد الهمزه هادي كون لقيتها عليها انا والله ما نكرهها عليها، وهادي راه همزه هادي راه هي الدجاجه بكامونه، شعرفتي انت هي؟ دابا انت معيط ليا شويه غتقابلي با، شويه جبت مرتك من عند فاطمه، وشويه انا ولد الحاج داويه ولا ما عرفت شنو، شويه تزوجي با، واش انا بنت الشيطه؟ واش شريفه انا ما قلت لك والو، واش عرفتي شكون هو؟ والحاج عمر وقيد الصربة والتحنحينة والخيل، والخيل الحاج عمر وحراموه ناخذ ميسي سير بقيتي لعب مع كرانك لعب معاهم الحاج عمر وحراموه سنة. ايوا الحاج عمر فين ساكن؟ الحاج عمر السكراتي هو راه ساكن هنا في النواحي ديال الدار البيضاء، الفيرما ديالو تبارك الله جري فيها الخيل. وهذا اللي عنده فيرما جري فيها الخيل علاش ما قلتش لي علاش تيعاود من طافيتكم؟ راه بنادم تيقول لك بعد على دمك لا يطليك، حنا قلنا نشوفوا ليه شي وحده من برا. ايطاليا ديال بصح 86 عام راه ماشي ايطاليا، هذا راه زلاخة، هذه راه وحلة، راه مصيبة هذه. سير خشيت الله يمسخك انت والحاج عمر. شكرا على المشاهدة، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة.